رح نبلش اليوم برمجة واجهة المستخدم لتطبيقنا، يعني التصميم. تطبيقنا رح يحتوي على صورتين مصفوفين بجانب بعضهم البعض بشكل أفقي، يعني رح يكونوا بداخل رو، وكمان رح نستخدم الكلم لحتى نحط بداخله بشكل عمودي النص، وتحته رح نحط الرو يلي رح يحتوي على الصورتين. اشترك بالقناة هلأ مشان ما تفوتك الفيديوهات القادمة. معكم عمار من جديد، فخلونا نبلش. مثل ما هلأ صرتوا تعرفوا، رح نستخدم كتير من الويدجتس الخاصة بفلتر لنقدر نعمل ونبرمج تصاميم تطبيقاتنا. أنشأنا بالفيديو السابق ملفات المشروع وكتبنا بعض الويدجتس الأساسية يلي تقريبا رح نستخدمها مع كل تطبيق جديد. بتلاقوا الفيديو بصندوق الوصف. رح نرسم شجرة المكونات تبعنا أو التري ويدجت ونضيف عليها الأشياء الجديدة ونحن عم نشتغل. بلشنا بسكافولد ويدجت يلي رح نبلش فيها بكل تطبيق رح نساويه. وبداخلها حطينا أبار ويدجت بمساعدة طبعاً أبار بروبرتي، وبداخلها تكست ويدجت. ولجسم التطبيق أو البادي رح نحط بالأول كولوم، رح يكون بداخله تكست ورو. رح نحط بداخل الرو 2 images ورح يكون بداخله الصور يلي أنا رح استخدمها بهالتطبيق. خلونا نكمل شغل على جسم التطبيق أو البادي. البادي حالياً هو عبارة عن stateless widget. رجعوا للفيديو الخاص بالستيتلس ويدجت إذا حابين تتعلموا أكثر عن هاي الويدجت. بتلاقوا الفيديو بصندوق الوصف. الشغلة الأساسية هي هاي build method يلي راح تعمل hot reload للتطبيق بشكل تلقائي لحالها كل مرة راح نضغط حفظ أو لما نضغط على هذا الزر يلي اسمه hot reload، وهيك راح تخلي شغلنا كتير سهل وما في داعي عيد تشغيل الموبايل مع كل تغيير صغير ساويته. هاي الفائدة الرئيسية للستيتلس ويدجت. حاليا جسم التطبيق تبعنا عبارة عن هاي الايمج بيج يلي هي هون، وحاليا عم تعطينا وتعرض لنا بس كونتينر ويدجت، يعني عم تعمل ريتيرن وتظهرنا بس كونتينر فاضي. خلونا بدل كونتينر نعرض ونعمل ريتيرن لكولم ويدجت. الكولم راح يحتوي على طفلين، راح استخدم children property، والتشايلد الاول راح يكون عبارة عن نص text ويدجت. راح اكتب مؤقتا بالعربي، حاول مرة اخرى. رح غير تصميم وشكل الخط بمساعدة الستايل بروبرتي. رح استخدم تكست ستايل ويدجت. رح ضيف فونت سايز بروبرتي لغير حجم الخط، واعطيه مثلا القيمة 42 بكسل. ورح استخدم كولر بروبرتي لغير لون الخط، ورح اختار اللون الابيض. هلأ التشايلد الثاني بداخل الكولم ويدجت رح يكون رو ويدجت، لأني أنا بدي حط صورتين بجانب بعضهم البعض بشكل أفقي. وهيك بقدر استخدم إيميج ويدجت. مثل ما تعلمنا الإيميج ويدجت عبارة عن إطار للصورة لحتى أقدر أعرض صورة على الشاشة. وهلأ بمساعدة إيميج بروبرتي رح استخدم أسيتس إيميج، يعني رح استخدم وأعرض صورة موجودة بداخل ملفات مشروعنا. اسم الصورة راح يكون عبارة عن string، مشان هيك راح استخدم هاي علامات الاقتباس او single quotes. بداخلها راح اكتب مسار الصورة تبعنا images/image-1.png. راح اضغط حفظ وراح شوف الصورة ظهرت على الشاشة. بس في مشكلة صغيرة، الصورة تبعنا اكبر من عرض شاشة الموبايل، مشان هيك ظاهر عنا هذا الايرور باللون الاسود والاصفر، بس مشان تحذرنا وتقلنا انه جزء من الصورة مو ظاهر وهي خارج اطار الشاشة. فينا نعالج هاي المشكلة بتصغير عرض الصورة. عرض الصورة مثل ما شايفين 512 بكسل، وعرض شاشة الموبايل هاد تقريبا ما بعرف 500 بكسل، ماني متأكد. فينا نستخدم الويدز بروبرتي بداخل الايمج ويدجت واعطيه عرض للصورة القيمة 200 بكسل مثلا، حفظ، وهيك بنشوف كامل الصورة. بس صراحة هذا الحال ماله حل مثالي، لأنه خلونا نفرض في جهاز موبايل بشاشة صغيرة، بهالحالة رح يظهر هذا الايرور مرة تانية على كل شاشات الموبايل الصغيرة. أو إذا كانت شاشة الموبايل كبيرة كتير مثل الآيباد مثلا، بهالحالة الصورة رح تظهر كتير صغيرة لأني عطيتها عرض ثابت واللي هو 200 بكسل. مشان هيك في ويدجت كتير مفيدة لنعالج هذا الموضوع، اسمها Expanded Widgets. وهي الويدجت لازم نحطها ونستخدمها بس بداخل Raw Widget أو Columned Widget، ووظيفتها تعبي المساحات المتاحة على المحور الرئيسي للرو أو للكلم، يعني على طول أو عرض الشاشة. يعني رح تكون مثل صندوق رح تخلي العناصر اللي رح نحطها بداخلها معروضين على المساحة المتوفرة للرو أو للكلم بدون ما يخرجوا عن أطراف الشاشة، وهاي اللي بدنا إياه بحالتنا. خلونا نجربها. رح نمحي العرض اللي ضفناه من شوي.
هلأ بدنا نحط الصورة تبعنا بداخل Expanded Widget. فينا نعمل قص للImage Widget ونكتب Expanded Widget، وبداخل Child تبعها فيني ألصق الصورة اللي عملت لها قص، حفظ. وهيك بشوف الصورة يلي بداخل Expanded Widget أخذت كامل المساحة المتوفرة على المحور الرئيسي للصف يلي هو هون بشكل أفقي. وهيك منكون تأكدنا أن الصورة تبعنا ما رح تخرج عن إطار الشاشة شو ما كان حجم الصورة، ورح تاخد كامل المساحة الفاضية المتاحة على شاشة الموبايل. نحن إذا بتتذكروا تعلمنا طريقة أسهل لنحط ويدجت بداخل ويدجت جديدة، خلونا هلأ نجربها. رح أعمل رجوع على السريع. نحن بدنا نحط الصورة تبعنا بداخل Expanded Widget. فينا نأشر على الويدجت اللي بدي حطها بداخل ويدجت جديدة، وبعدين اضغط على اللمبة يلي ظهرت على اليسار واختار Wrap with New Widget. وهلأ فيني ببساطة اكتب هون اسم الويدجت يلي بدي اياها واللي هي Expanded. وهيك وبشكل تلقائي حط الImage Widget بداخل ويدجت جديدة بداخل Child Property، وراح يعطينا نفس نتيجة القص والنسخ. اتعلموا تستخدموا اللمبة هاي لأنها كتير مفيدة. هلأ في ميزة تانية لهي Expanded Widget، فيني حدد نسبة أو حجم المساحة اللي بدها تاخدها هاي Expanded Widget بالمقارنة مع Expanded Widget تانية. رح انشئ Expanded Widget تانية بداخل الرو، رح اعمل نسخ لهي واعملها لصق تحتها. يعني هلأ أنا عندي رو وبداخله في 2 Expanded Widget تحتوي كل واحدة منهم على صورة. رح اعمل حفظ ورح شوف انه كلا الـ Expanded Widget يعني اثنيناتهم اخذوا المساحة المتوفرة على المحور الرئيسي بداخل الرو وبشكل متساوي، يعني النصف بالضبط. خلونا نفرض مثلا انا بدي الصورة يلي على اليسار يكون حجمها ضعف حجم الصورة يلي على اليمين، وفيني ساوي هذا الشيء باستخدام Property اسمها Flex، وفيني اعطيها القيمة 2 للصورة يلي على اليسار، والصورة يلي على اليمين رح اعطيها القيمة 1. وهيك بكون عم بقول لهي الـ Expanded Widget تاخد ضعف المساحة اللي اخدتها هاي الـ Expanded Widget، يعني نسبة وتناسب. رح اعمل حفظ وهيك بشوف عرض الصورة هاي صار ضعف عرض الصورة يلي على اليمين. فيكم تغيروا وتكتبوا هون اي نسبة بدكم اياها، مثلا 2:1، 3:2، او 5:3، او حتى 12:1، اي شيء بدكم اياه. وصدقوني هذا الشيء كتير مفيد للتصميم، ومشان توزعوا العناصر على الشاشة مثل ما بدكم. بتصميمنا ما رح نحتاج فليكس لاني بدي الصورتين يكونوا بنفس الحجم، مشان هيك رح امحيها. فيكم ترجعوا للدوكيمنت تبع هاي الويدجت اذا حابين تشوفوا كل البروبرتي المتوفرة اللي ممكن الواحد يستخدمها. الفليكس بروبرتي اللي تعلمناها من شوي هي اكثر شيء شائع استخدامها. اوكي، بدي اعلمكم هلا على السريع طريقة تانية لعرض الصور. نحن كنا استخدمنا Image Widget، وبمساعدة Image Property استخدمنا Assets Image Widget. راح امحي الإيمج اللي عنا وراح اكتب ببساطة Image.Assets، وبداخل علامات الاقتباس Single Quote راح اكتب مسار الصورة Images/Image-1.png. إذا حطيت دوت بعد الويدجت هاد بيكون اسمه Constructor. راح نحكي عن الكونستراكتر بفيديوهات قادمة ونشرحه بالتفصيل. وهذا الكود اللي هو بس على سطر واحد بيساوي بالضبط هذا الكود اللي هو على عدة أسطر. راح غير الصورة الثانية كمان، راح أكتب image.asset وراح أكتب مسار الصورة images/image-1.png، حفظ، وعطانا نفس النتيجة باستخدام كود أقل. شجرة المكونات أو التري ويدجت تبعنا صارت أكبر، صار عنا عمود وبداخله في تكست ورو، وبداخل الرو في عنا 2 Expanded Widgets وبداخل كل واحدة منهم في صورة. بدي هلأ حط مسافات أو فراغات حول الصورة تبعنا لحتى تصير بعيدة شوي عن حواف الشاشة أو حواف الصورة اللي جنبها. ولنساوي هذا الشيء راح حط مؤشر الفارغ على الـ Image Widget، راح أضغط على اللمبة على اليسار واختار Add Padding، وبشكل تلقائي أضاف Padding Widget وحط بداخلها الـ Image Widget بمساعدة Child Property. راح غير هاي القيمة وراح ساويها 20 مثلا. راح ساوي نفس الشيء للصورة الثانية Add Padding وغير القيمة للعشرين. هلأ بدي حط التكست والصورة بعاد عن بعضهم وبمنتصف الشاشة تقريبا، ومثل ما تعلمنا بفيديو Columns and Row فيني استخدم بداخل الرو Property اسمها Main Axis Alignment، وراح اختار Main Axis Alignment dot Space Eventually، حفظ. وهيك راح يشوف المساحة الفاضية الموجودة بالعمود ويوزع الـ Children بشكل متساوي على المحور الرئيسي.
وهيك بنكون خلصنا شغل على التصميم، وبالفيديو القادم راح نكمل شغل ونضيف الفانكشناليتي للتطبيق لنقدر نغير الصورة بالضغط عليها. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا حابين تتعلموا أكثر عن فلتر. بشوفكم بالفيديو القادم. سلام.